فريقنا النهارده استأنف تدريباته عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، وده استعدادا لمباراه الاسماعيلي يوم الاثنين اللي جاي. الفريق خاض مرانه بشكل طبيعي على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بعد حصول اللاعبين على راحه من تدريبات امبارح، وده طبعا بعد الفوز على المقصه بخماسيه نظيفه. المران شهد بعض التدريبات الخفيفه، اللاعبين اللي خاضوا بمباراه المقصه بشكل اساسي والبدلاء وكمان المستبعدين من المباراه خاضوا مران فني وبدني كامل.